مي في كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى ان شاء الله نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو تكونوا باحوال جيده ان شاء الله. كيف ما كنشوفوا البنات فيديو جديد بلوك جديد كيف ما شفتوا قلت عليكم هذه شي 15 يوم تقريبا ملي قمت على اليوتيوب، واليوم جبت لكم الجديده البنات بغيت نوريكم جديد بات وقفاطر اللي درنا لكم لي سول ديال البنات. لي سول كيف تشبه لي في لي ستوري بيت لي سول تبارك الله خداو اقبال جديد بات وقفاطر. ودابا بغيت نوريكم هادشي اللي بقى لنا، غنبدا لكم كوليكسيون ديال القفيطنات البنات. كيف كتشوفوا هاد القفطان هذا راه ديجا في السوق وشفتوا لي موديل ديالو مزيان. كيف ما كتشوفوا دابا جبنا لكم بواحد الثمن صدمه البنات، الثمن ديالو خيالي، الثمن 450 درهم فقط وطايه ستوندار وكيجي في اللبسه رائعه البنات. اللي بغات تشوف غادي نحط لكم الرابط ديال الفيديو اللي كنت حاطه من بوسي باش تشوفوهم في اللبسه كي كيجيو. عندنا في هذا اللون هذا اللون البنات الزيتي في هاد الالوان هذا، وجهه التصميطه ديالو كيف ما كتشوفوا التصميطه ديالو هي هذه. نمشيو نشوفوا اللون الثاني، اللون الثاني البنات هو الموف كيف ما كتشوفوا الموف مغلوق ودخلنا فيه هاد الالوان هذه، جاوا صراحه غزالين. وعندنا كذلك هاد اللون هذا، هذا اللون بلو البنات جي بالبرونه كما كتشوفوا جي غزال البنات. وعندنا برونه مغلوقة البنات، هذه فرنسي مغلوقة كما كتشوفوا مخدومة بهاد الألوان هذه فلاشي جي صراحة غزالين. وعندنا لون موف بارد البنات والتوب ديالو نازل البنات كيف ما كتشوفوا التوب كخير دو صوا باش كنخدمو البنات. وعندنا الباج الفوشي باش نخدم، وعندنا الباج او بارد البنات، وعندنا فيه حتى الروج كما كتشوفوا الروج، الروج هو هذا اللي عندنا في المانكا، المانكا البنات كيف ما كتشوفوا. وعندنا مود اللون اخر انا نوري لكم خليكم معايا باش البنات هاد الفيديو خارج كتشوفو في الشارع المهم غادي نسمعو شي اصوات وغادي نسمعو هاد الموديل هذا اللي وريتكم الزيتي، بديت لكم الزيتي ولكن الزيتي راه ماشي كيف الزيتي نسيتو، وهذا غامق باش تشوفو اللونات مختلفين قلنا فيه هاد اللون هذا الفوشيا البنات كيف ما كتشوفو. نخليكم مع الموديل مزيان باش يبان لكم مزيان. كتشوفوا رجعنا لكم جديد بات بداو في اول موديل، موديل اللي باقي لنا فيه اللوينات كيف ما كتشوفوا هذا اللون هذا وهذا الموديل هذا صراحه غزال البنات، والثمن ديالو الثمن اللي يجي مناسب 300 درهم فقط البنات. اللي ما بقاش يلبس مع اختكم اسياف سلام خزانيه وطايه ستوندار البنات، طايه ستوندار. عندنا فيها هذا اللون هذا كذلك اللون البنات الياجوري اللي كتعشقوا اي وحده البنات، صراحة لون غزال وما كيطلعش في الراس. ونمشيو نشوفو اللون الاخر، عندنا هاد اللون هذا في الاصفر البنات شوفوا كيف ما كتشوفوا الاصفر، وعندنا هاد اللون هذا لون بلو تجينا البنات، وعندنا لون نوار البنات نوار كيف ما كتشوفوا في سلام خزانيه وكتجي الصراحه جديده غزال البنات. صراحه كنت بغيت نتصور بهم ساعه مكتب باش راكم عارفين العيا وتماره ديال السفر، وعاود جينا فصلنا التويبات باش ندير لكم واحد الكوليكسيون لي جديده. وعندنا هذا اللون هذا كيف ما كتشوفوا اللون كشري بالكرونه، وعندنا كذلك اللون رايبي بالبلو هو البنات صراحه طلع خطير. وعندنا كذلك البنات في المرمى، في المرمى البنات عندنا هذا اللون هذا بلوتجين ومخدوم بهذه الخديمه هذه كيقول لها خديمه ديال الحصيره البنات، جاي في هذه الالوان صراحه جايه حتى هي غزاله. وعندنا البنات هذا اللون هذا قمنا فيه المرمى جوج حبات كيف ما كتشوفوا، هادو كامل درنا لكم فيهم لي صول كتبقى ب 450 درهم صول ديال البنات. كيف ما كتشوفوا رجعنا لكم الكريب دو سوا جليبه ديال العروسه كيف ما كتشوفوا اللي بغات تفرح براسها، وعندنا فيها هاد اللون موطاغ البنات، وعندنا فيها الكرونه عندنا في المانكا التحت كيف ما كتشوفوا،
وإذن البنات هاد اللون هذا كيف ما كتشوفوا بقاتنا بيسة واحدة 300 درهم سولد البنات. وبقاتنا هاد اللي كيعشق سامبل البنات جلابة نوار سامبل في توب كريب دوسوار تاهي سولد 350 درهم فقط البنات. مهم كيف ما كتشوفوا هادشي اللي بقى نخصكم اسيا في الجلبات ديال السولد البنات. وعندنا هاد الجلبة هادي اللي كتشوفوا في المانكا الجلبة هادي بقاتنا حبة تاهي سولد دايرة البنات 400 درهم سولد البنات. كيف ما كتشوفوا عندنا البنات تشريبلات اللي كانوا خداو اقبال صراحة تا هما درنا لهم حتى من سولد تا هو كانت ب 100 درهم دابا 90 درهم البنات. جلبة شريبلات واعرين ديال الطالون خدو من الصم كيف ما كتشوفوا البنات وجاية شوشة وعندنا فيهم اللوينات كيف ما كتشوفوا عندنا البنات شريبلات المطروزين كيف ما كتشوفوا شريبلات المطروزين كيف ما كتشوفوا هما هادو عندنا فيهم الالوان عندنا الزيتي عندنا الموف بارد عندنا الكرونة عندنا البلوغ وعندنا البلو مارينا البنات كيف ما كتشوفوا. وكنتمنى البنات يكون عجبكم هادشي اللي بقى عندكم اسيا ولكن ان شاء الله هاد السيمانه هادي غادي نجيب لكم الجديد. وكنتمنى يعجبكم الفيديو وما تنساوناش بلي جيم قدام اصدقاء ديالكم وتبارك الله عليكم.